اهلا بيكم مع العلالي لتعليم فن ديكور وتزيين الكيك. انا مريم وهعلمكم ازاي النهارده نزين كيكه على شكل سمايلي فيس. بعد ما الكيك بيطلع من الفرن بيكون شكله كده. لو حابين نزينها لازم نحطها الاول 45 دقيقه في الفريزر. بعد ما الكيكه بتاعتنا خرجت من الفريزر اول حاجه لازم نبدا نعملها ان احنا نساوي الكيكه من فوق. نيجي من عند الناحيه الاعلى نمسك الكيكة ونبدأ نقطع، وده شكل الكيك بتاعنا بعد ما سويناها من فوق. دلوقتي هنقص الكيك من النص عشان نقدر نحشيها. ندور على أي حاجة في البيت، أطباق، حطها في الصينية. رفعت الكيكة بتاعتنا تقريباً للنص وبعدين نبدأ نقص الكيك. هنشيل الكيكة ونحطها هنا. هنحشي الكيكة بتاعتنا بكريم ديلايت العلالي. بعد كده بنبدأ نقلب نص الكيكة الفوقاني. بنجيب أي كوباية عندنا في البيت، وقمع الحلواني ده ممكن نعمله بأي كيس من أكياس التلاجة اللي موجودة في البيت. نمرره على جنب الكيك بالشكل ده، وبعدين نبدأ نساوي الكريمة عليها. ندخلها التلاجة لمدة 45 دقيقة. هنزين الكيكة بتاعتنا بعجينة السكر موجودة في كل السوبر ماركتات وبيبقى لونها أبيض. هنوريكم النهاردة ازاي بنلونها. بناخد حتة صغيرة وبنجيب الألوان اللي هي معمولة من الجل. بنجيب الجل ونحطه على عجينة السكر بالخلة لغاية ما نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينها. هنبدأ ان احنا نفردها عشان نحطها على الكيك. بنجيب الدهن النباتي بتاعنا وبنبدأ نفرده على الرخامة او على المكان اللي هنشتغل عليه، ونبدأ نفرد عجينة السكر. طبعا هنلاقي فيها بعض اكياس الهواء. احسن حاجة نعملها اننا نجيب خلة او دبوس ونبدأ اننا نفضي اكياس الهواء دي بالراحة. هنبدأ دلوقتي نغطي الكيك. بنجيب شوية سكر بودرة ونفردهم على عجينة السكر من بره، ونبدأ نلفها عشان نغطي الكيك بيها. وبعدين بالسكينة أو بقطعة البيتزا هنبدأ نشيل الزيادات. دلوقتي هنبدأ نزين السمايلي فيس، نعمل له عينيه وبقه اللي بيضحك. ناخد حتة صغيرة ونرولها. دي قطعة وردة بس أنا هستخدم ظهرها. نقدر بأي حاجة مدورة عندنا في البيت نعمل العينين. نقدر نجيب الأدوات بتاعت الصلصال بتاعت الأطفال لو حابين نعمل حاجة شكلها يكون مظبوط أكتر. بنحط عجينة السكر فيها ونبدأ إننا نضغط عليها. بالشكل ده هيبقى عندنا كيكة على شكل سمايلي فيس.